سيف كما يسمعوا في الاغنيه ظهر لي كما كنت تحكي لي زاد ظهر لي حبيت الرجل البارحه كانوا هما اللاعب رقم واحد مش رقم 12 سلام رقم واحد فريمون حتى كنا نحكي تو في اللوف جمهور الترجي ورا البارح اللي كونوا اللاعب رقم واحد اللي بالرسمي ظهر لي 80% ولا اكثر و70% 80% من تيتر عام نيرو تيتر سنة صحيح الميريت يرجع للملعبيه وستاف تكنيك والطار اللي يداري والكل لكن دزت الجمهور البارح ودزت الجمهور كونتر بريميرو دزت الجمهور كونتر الاهلي دزت الجمهور كونتر ستيف معناها شفت الباركور قاعد نتبع فيه بالكدا باركور سيرتو تاع نتاع الجمهور الجمهور نمبر وان برافو 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 اللي بالرسمي عطاه البارح شهر ماخر للماتش. باهي نبداو نحكيو على الماتش في كلمه هكا كيف شفت الماتش بون خلينا نقول لك كيف شفت 60 دقيقه اللي تلعبت. باه سيرتو باش نحكي على الشوط الاول الشوط الاول كان مكشخ 100% شفنا ترجي كان واقف مليح خروج الكرة كانت ممتاز شفنا الرباعي الدفاع كان موجود معناها بخليل ويعقوب سيرتو في الكوكور العائلة كان العالية كانوا موجودين شفنا سامح وبن محمد كانوا زادة في أقرب ديما معناها بريسك في كل أتاك تلقى بن محمد معناها في الهجوم يا سامح تلقاه في الهجوم ساعات حتى مع بعضهم مع بعضهم سيرتو ايه بارفوا تلقاه مع بعضهم كولي كوم البارح خدمة كبيرة برشا نحكي على السي دقيقة لعب سيرتو نحكيك على الشوط الأول ثم بريسك 80-70% الكرة كانت عند الاسبيرونس شفنا برشا فرص للي جات الفرصة نتاع البلايلي هدف ممتاز جدا خدمة كبيرة برشا ظهر لي بعد 20 ولا 25 باس كان صدقني ربي معناها سيركيليسيون دو بال قويه برشا من الاسبيرونس الجمهور كان كما قلت الجمهور كان واحد من الابطال هذه هدف ممتاز للبلايلي كنا نجموا نشوفوا اهداف اخرين يمكن اسلام دوزيام ميتون الديسكور يمكن نتصور معين في الميتون جمعيه هذا تيتر نتصور ديسكور تاع معين لازمنا ندوروا برشا كوره لازم نقتلوا المقابله بهدف ثاني وذاك اللي هذاك اللي حبيناه باش يصير دوزيام ايتون شفنا معناها صحيح الاسبيرونس ما كانتش ما دخلتش لونتام دو ماتش سيرتو مش كيما الميتون الاول الوداد يمكن طلعت اكثر وفوزي بنزرتي طلع البلوك اكثر نتاعو وصارت لها فوات لكن شفنا معناها الهدف صحيح اللي عاودناه برشا مرات ما نجم نكون نقولوا كان صحيح هذه غلطه مش غلطه اون فا بينالتي زاد الاسبيرونس في ميه باش نحكيو على البينالتي زاد نحكيو على الفار نحكيو احنا باش نحكيو على مشكله الفار تنوصلوا لها بعد انت ظهر لي فان اكثر منك انا حتى من لاعب سابق نحن نعرف هكا شويه تفاصيل كيفاش عشت الماتش البارح انت من نوع المحب اللي يشجع ويتفاعل مع كل لقطه والا كلام هكا ستريس واحد وكيفاش عشت الماتش البارح والله ستريسي شوف قبل ما نكون محلل قبل ما نكون كرونيكور راني انسان مكشخ ملي انا صغير معناها سي نورمال معناها يمكن نمشي بلاتوات نحاول نحي الكاسكيت نتاع الاسبيرونس مش برشا ثم بروفوكاسيون تصير ما نحكيوش ندخل في لي ديتاي لكن شوف انا مكشخ ومعروف مانيش نتقاسمي بالترجي التونسي انا مكشخ ملي انا صغير نحب الترجي قلت لي انت كيفاش عشت بالرسمي نهارين قبل الماتش مشيت للبارك ومشيت بحذا الاولاد وشفت البريسيون والستريس نتاع الاولاد زيد دخلوني في اكثر منهم وليت فهمتني عشت شوف كسبورتور كمحب راهي اصعب من كجوار سيرتو تلقى روحك في الببليك تتفرج وما تنجم تعمل حتى شيء باهي نحكيو نبداو نسمعوا بالتصريحات نتاع بعد المقابله البارح البدايه برئيس الترجي التونسي حمد المدب نسمعوها شنو قال بعد المقابله. والله ما دبينا كل ست اشهر فينال هكا نفرحوا الجمهور نتاعنا اول حاجه الجمهور نتاعنا اللي ثب صراحه نشكره بالمناسبه هذه نشكر الملاعبين والمسؤولين واجب عليهم اللي حسيتوا في ماتش ما زلت ربي يعلم لا نحس جمعيتي هذيك وما هيش مزيه حتى ربيت فيها دمو هذيك انا رئيس الترجي انا الناس تعرف نقول لهم الناس الكل نقول لهم في دمي احمر وصف ما نلزمش كي الجمهور يفرح انا نفرح هكا انا معاك نكملوا الشامبيونان نتاعنا الساعه كان خير نقعد نخدم على خاطر نخدم في الترجي على خاطر الجمهور هذاك العمله كونتر العين نشوف المسؤولين هذيك كيفاش يشكروا الجمهور نتاعنا روحت فرحان برشا القطر وقت اللي مشينا عملنا في القطر ونشوف في الناس كيفاش التربيه والاخلاق نتاع جمهورنا ماذا بينا نكملوا هكاك
التحق بنا اللاعب سابق الترجي عربي جابها بيك عربي. مرحبا اسلام ومرحبا بمستمعي اكسبريس اف ام ونوكم مبروك وان شاء الله عيدكم مبروك. باهي خليك ترجع الانفاس نتاعك من زاد كي خلط علينا. سيف كنت تسمع في حمد المجد رئيس الترجي التونسي ظهر لي قال انا اذا كان نقعد في الترجي ونقعد نخدم في الترجي واكيد على خاطر الجمهور اللي كنا نحكيو عليه وماذا به قال كل ست شهور فينال معناها. بيسير يزمو يحلم بالفينال. شوف سي حمدي مش انا باش نحكي عليه من 2007 2019 معناها انجازات كبيره تترويت برك الله سيرتو بزوز تترويت هذوما في 6 شهور. الجمهور بيان سور باش بلغه الكوره يكبش في سي حمدي لخاطر سي حمدي جيستيون كبيره يعرف شنو يعمل اكسبيريونس كبيره عنده في الدومين هذا. ان شاء الله نشوفوه بيان سور على راس الترجي التونسي لخاطر ما تنجمش تعيش مع في 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 بتعمل باركور هكا كيما هكا مع انسان عادي لازم تكون غير عادي كيما سي حمدي المد. عربي جاي بنزلت كي خلط علينا شوي حنا نعرف كيفاش شفت المقابله هكا جلوبالمون بون لابسين بالاحمر الزوز قلت متفاهمين ولا شنو الحكايه؟ لا لا بالزهر هكاك كان في بالي لابس اصفر. باهي كيفاش شفت الماتش عربي؟ والله شفنا الماتش البارح كانت يعني مباراه صعيبه سيتو يعني في على مستوى ذهني. شفنا الميتون الاول الاسبيرونس كانت من احسن الاشواط اللي لعبها البارح الترجي التونسي معناها في رابطة الابطال الافريقيه. شفنا يعني كل شيء بريسك تعمل البارح الميتون الاول عكس ما كنا متوقعين. كنا متوقعين الترجي باش ممكن يستنى الوداد معناها اكثر من المجازفه معناها اللي عملها البارح. لكن شفنا العكس هذا. شفنا الترجي معناها يوقف مليح بثوب البطل معناها شفناه البارح بتحكم في الكوره كي يخسر الكرة فيسا فيسا ما يعاود يريكوبيريها فيسا فيسا. شفنا الوداد يعني براتيكمون معناها يلعب عكس زاد ما كنا نتوقعوه معناها كنا ننتظر فوزي بن زرتي باش يصعد ويضغط ويحاول يسجل. لا شفنا ليش خاطر حسب الترجي هذا التونسي انه لعب باش يسجل ولعب يحب ينهي المباراة منذ الشوط الاول. دونك مباراة كانت تفوق كان كل الترجي هذا التونسي توج بهدف يعني عن طريق البليلي معناها جا في وقت اللي الترجي معناها في لي مومون فور تاعها ضاغطة وتلعب مليح كان هدف جاي في وقته اللي سهل برشا المأمورية على الترجي التونسي وتخلى الشوط الأول يعني منتصر هدف لصفر وشفنا زاد أول دوزيميتون وقت اللي المباراة كيفاش رجع الوداد بصراحة عكس ما كنا نتوقعوه. زاد الوداد كان ضغط وفرض أسلوب لعبه الترجي وخر شوية معناها ريكول معناها شوية التالي وقبل شوية لعب وهذاك اللي خلى كان شوط فين شنو صار؟ حسيت أنك اللي وخرت شوية الترجي على مستوى ذهني. اذا كنتصور معناها الترجي التونسي ممكن ما نقولوش استسهل المباراة لكن بوتيتر مازال ما دخلوش شويه في الطرح معناها دوزيميتون حاجه عاديه باش تلقى رياكسيون من الوداد البارح تعرف مازال ميتون كامل وما عادش عنده حتى شيء ما يخسر كيما يقبل الثاني كيما يقبل الثالث هو نقولوا خارج من اللعبه البارح دونك اوتوماتيكمون باش فوزي مزرتي جاسف بكل ما عنده وذاك اللي عمل. شفنا مع الدرجين الاولانيين كيفاش برشا ضغط معناها وصلوا لرامي جريدي يمكن 4 أو 5 مرات معناها وصلوا له ومنهم زادك تسجل هدف بعد جاء توقف اللعب اللي هو بصراحه انا فرحت نقوله شويه خاطر جاي في صالح الترجي التونسي وقت الوداد كانت نازله بالضبط وقت الوداد كانت نازله معناها الترجي التونسي وقف الحكم المباراه معناها هذيك كانت في صالح الترجي التونسي وشفنا من بعد جاء التتويج الحمد لله ما نفس الرأي انت اسيف ظهر لي صحيح ديزيميتو الوداد حطت كره في القاعه طلعت البلوك ظهر لي توصيه فوزي بنزرتي كانت الضغط على حامل الكره سيرتو في البلوك الاخر تاع الترجي في الدفاع وشفنا هفوات معناها الحق معناها هفوات بدائيه خاطر تشوف انت كنترول ولا باس ولا 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 ماركاج ما فماش معناها ما تنجمش تلوم اكثر من هكا خاطر ترجي وحدها هي خاطر نعرفوا ترجي كي تحط كره في القاعه وتطلع البلوك نتاعها ما نجم حتى الجمعيه تجي معناها قدامها لكن لي فوت اللي صاروا سيرتو في الدرجين ربع ساعه سيرتو البلاسمون نتاع الديفونس نتاعنا في لي سونتراج في لي باس في الانترفال معناها صار كلي باساج فيد انا عندي انا في 10 مينوت 15 مينوت نصور ترجي كان رجعت كانت رجع المقابله ترجي كانت ترجع وتحط ساقيها في القاعه وترجع للماتش. نواصلوا مع التصريحات الملاعبيه بعد المقابله نسمعوا رامي جريدي. دا
دونك في انتظار يكون موجود معنا رامي جريدي، يبدو انه فما اشكال تقني. دونك نحكي نكملوا على المقابله. اختيارات المعاوضين الجريدي اليعقوبي وبقيل كان في شويه شك، كيف شفتوا الاختيار نتاع معين الشعباني هذا؟ ما عندوش شوى معين ظهر لي. رامي جريدي شفنا حتى البريد اللي فات الكل كان موجود مع 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 معز بن شريفيه، ممتاز، كنا مستحقين في لقاءات موجود، كيف كيف معز كان موجود زاد معاه وكان معنا ممتاز جدا، ظهر لي اختيار ممتاز وذاك هو اللي صار. وشفنا البارح التصدي نتاعو خاصه في الشوط الاول، التصدي كان ممتاز. يعقوبي ظهر لي من احسن اللاعبيه في الفينال، فينال عام داول كان الميور في الباركور نتاع الترجي التونسي، لعب برشا ماتشات وكان زاد من الميور. سعد بكير ظهر لي هو الشك كان بين سعد بكير والمسكين. لا ما نصورش، ما نصورش، يمكن يمكن الصحافه حكيت كي نصور انا معين من اللي فات طرح في المغرب سعد يكون موجود. سعد لخاطر سعد الفينال، سعد اللي يعطينا ديما في الفينالات، سعد اللي يقوم في مردود ممتاز سيرتو في الـ في الـ في الـ في رادس. معين وكان موفق في اختياراته، برافو ليه. دونك التحق بيا زميلي انيس الصحباني، اهلا بك انيس. صباح مرحبا بك، مرحبا بسيف عربي وكل المستمعين اكسبريس اف ام. اكيد شاهدت الماتش انيس قبل، لكن حنا نعرف جلوبالمون كيف شفت الماتش البارح. والله الحقيقه تقريبا كنت نسمع فيكم شويه قبل ما نوصل، معناتها الناس كل حتى حد معناتها ما عنده راي اخر الا انه الماتش تاع الرتور باش يكون اصعب على الترجي من الماتش الذهاب، لانه صعيب انه الوداد، خلينا نحكي على الوداد، يلعب ماتش اخيب من اللي لعبوا في المغرب، لانه حتى مساعد المدرب يقول لك حتى في الفيزيوناج قبل ماتش الرتور ما يحبوش حتى يتفرجوا فيه ماتش لليب تلمو، ما هذا كان خايب على الاخر بالنسبه للوداد. علاش خايب؟ لانه مش لانه الترجي كان به زاد هالتها، لانه هو الترجي هو اللي حط الوداد في وضعيه صعيب. الماتش وكانه معناتها الترجي كما اللي صار في معناتها تقريبا في الجيميتون او الجيميتون في الرتور صار في الميتو، لانه صحيح الناس تحكي على البار والمشاكل التحكيميه، لكن الترجي وشكون قال الترجي ما كانش يربح 3-4 وقت حتى وكان تحسب بالبونتو نتاع الوداد. هذاك حبيت انا يعني حبيت يكون البار موجود ويتحسب بالبونتو، لكن نعرف ان الرياكسيون تاع الترجي بالجمهور وسير التيران في التيران تاعنا نتصور كنا نجموا ننتصروا باثنين وبثلاثه. اي هو المشاكل اللي ممكن بعد نحكيو على ممكن مشاكل الترجي خاصه الهجوميه، لانه تاليس الخنيسي وحده ما نجمش يعمل كل شيء، ولانه هو مش قاعد يمركي في الترجي، هذه حقيقه الناس الكل تعرفها، لانه في الترجي ما تنجمش تعمل، لانه ياسين الخنيسي يمركي لك معناتها كي تجي كوره يمركي لك، معناتها لازم ياسين الخنيسي 3-4-5 كور باش ينجم يمركي واحد. هذه الناس الكل حتى المحيطين بالترجي واحنا الاقرب للفريق نعرفوا انه مشاكل الترجي هجوميه، لكن مش الخنيسي برك هو اللي يمركي. دونك نرجع للإطار العام للماتش، في أنه الترجي على مجمل ساعة الكومبيتيسيون كاملة يسحق اللقب، هذا ما ينجم يناقش فيه حد. الوداد على مجمل الكومبيتيسيون كاملة يسحق أنه يلقى روحه في الفينال، لأنه نحى فرق قوية بين الزوز هذوما، بين الأقوى، لأنه أنا في اعتقادي الزوز هذوما من أقوى ما فهم السنة في الدورة هذه، بينهم هما الزوز ترجي أقوى، هذا سهل ياسر العملية، سهل برشا أنه ترجي أقوى من الوداد، بالفار بلاش فار بالتحكيم باللي تحب أنت، ترجي أقوى نحكي ككرة، أقوى من الوداد كان وأثبت هذا في الشوط الأول وحتى في الماتش اللي تلعب في المغرب. عربي نسلك معين في ظرف تقريبا قصير، شنو اللي بدل في الترجي ذا؟ شوف ساق بكل شيء عمرنا ما ننساو القرار اللي خذاه حمدي مدب وقت اللي غير معين شعبان، غير معناها خالد بن يحيى واعطى الفرصه لمعين شعبان في وقت معناها ضعيف في وقت معين شعباني معنا انا نختصر الكلمه في وقت صعيب. نتفكروا ماتش روتور تاع بريميرو ولي شونجمون اللي عملهم معين وقتها، معناها دخل جويني ودخل سعد بقير جويني جاب ماتش قلبوا المباراه، ومن بعد بقى له الفينال اللي هو معناها لي روتور معناها كان حاسم فيه. مع ذا الكل يعني المدرب كان توج برابطه الابطال، وما قال كل معناها فما استحقاق دخل بن يحيى، وبرشا قعدوا يشكوا في معين شعباني وقتها قالوا مازالوا معناها ومش كان هو معناها جاب التيتل هذا. ما قال هذا كل معناها عمل سي مو اخرين معناها كسوا في الشامبيونا معناها باركور عمل به، عمل كوب تونيزي به. سامحني عربي هو في اللي الناس تنتقد فيه في ماتش اللي معناتها مع هذا كل معناها شوفوا باركور عمل في الشامبيونز ليغ معناها كان خرج بلاتينيوم خرج حوريه
اورلاندو من بعد تخطى يعني ستيف غادي قسنطينة غادي من بعد تخطى مازمبي اصعب مباراه. وكان معنا المباراه اللي عملها البارح معنا ضد الوداد من احسن المباريات عملها الترجي التونسي. دونك نقول هنا القرار اللي خذاه حمدي مده معنا قرار بيقولوا فيه برشا ريسك، لكن المعين كان عند حسن الظن يعني الجميع معنا كان قد مسؤوليه ورد يعني نقولوا احنا الجميل اللي عطاه له الفرصه اللي مثل الاسبيرانس البارح. وشفنا يعني في طبيعه معين تلقاه معين حتى في طبيعته وصاحبنا معين نعرفوه حتى في طبيعته ديما هادي معين معنا ديما تلقاه كالم، وذاك معنا المساج تعدى الجروب كل ما شفناش يعني مشاكل معنا من الخرج خالد بن يحيى. شفنا معنا الجروب كله معنا راضي بكل القرارات، شفنا يعني برشا تغييرات صارت في الفريق معنا كانوا نقولوا احنا الرجل المناسب اللي جا للترجي ما لقينا ذا كل معنا ستانا جوان كان عمره صغير لما تحكي على عمل نعطيك حاجه انسانيه ما تعرفش نعطيه سكوب. فما احنا نعملوا فيه مسيون تقريبا عندها شهرين تالي معناتها فما امراه معناتها ما تراش طلبتنا هو برنامج رياضي، لكن المراه هذه طلبت معناتها تحب الناس تعاونها غلطت في البرنامج ولا ما نعرفش معناتها شنو اللي انت طلبت في برنامج رياضي بالظهر. المهم شعباني يسمع في الكهرباء في اكسبريس افير بعد اصر بعد الواحد انه نعطيه نمره وتكفل بكل هو نعرفه باش تغش يعني هو ما حبش يقول الحكايه هذه صح وتكفل بكل مصاريف السيده هذه من الالف للي معناتها ولا بصراحه انا معناتها بعد الفازه هذه معناتها انسانيا معناتها اخلاقيا من احسن مفهوم اخلاقيا من احسن مش خاطر ربي تلبتار ونحكي تو خاطر نحكي لمعين معناتها هو بده نعرفه باش تغش خاطر ما يحبش يحب يعمل حاجه تحت معناتها بالستر. نكمل يعني على معين يعني اليوم معين ولا رقم صعب يعني بالنسبه للمدربين كل معنا فما برشا مدربين معنا خبره كبيره واللي عملوا معنا حتى مدرب تونسي حد وبعد كل يعني خلينا نقول لك ترجي التونسي مع التوج بثلاث القاب مع فوزي مزرتي مدرب تونسي نبيل معلول مدرب تونسي معين شعباني مدرب تونسي. هنا نقول لك اللي كفاءات تونسيه بصراحه ديما قزموا فيها احنا، وهنا نرجع لك اللي مدرب تونسي رغم احسن المدربين على مستوى العالم العربي وذا يعني مش بجهه التونسيين بجهه الخليج العربي تمشي غاديكا معناها يحبوا التونس اكثر من اي مدرب عربي في تونس البر. سيف تواصلا مع كلام اللي كان يقول فيه عربي على الانجازات هذوما كلهم تاع معين وكيف مع الكلام اللي قالوا انيس يلقى في برشا انتقادات معين هاو ترجي تلعب مؤخرا التالي هاو تقبل في اللعب ما تحبوش ترجي هكاكا الكلام سهل جوست معناتها فما ناس اللي يبداو ديما ناجحين لكن ديما ياكلوا في الكلام معناتها شنو التفسير معناتها؟ شوف انيس باش نحكي شويه على انا باش نرجع لك السؤال نتاعك باش نحكي على باركور معين لازمك تشوف قداش الماتش اللي السنه يلعب لازمك تشوف على قداش من واجهه العب جيستيون تاع ايفيكتيف فوالا بطوله كاس شامبيونز ليغ بطوله عربيه بطوله عربيه وخرج من شامبيونز ليغ معناها خرج من الفينال سوبر كوب كاس عام الانديه سوبر كوب وسوبر كوب سوبر تونسي اسكو ثم اونترنور جون كي معين راني ما نشكر فيه صاحبي وخويا وكل حاجه بلاصتها وقت لازم نشكر لازم ننتقدوا لكن ثم حاجه برك يز باركور اللي عمله معين تو بعد نرجع لك الامور الفنيه وعلاش لعبت التالي وعلاش لعبت القدام هذيك حاجه اما شفت الجيستيون اللي عملها معين السنه في الباركور نتاعو راهي قويه برشا راهي البطوله معناها بريسك 80 70% تهزت بال صحيح معناها سي با فاسيل باش تلعب على تيتر كيف الشامبيونا اللي هو يسمى تيتر اوبجيكتيف راه يكذب عليك الترجي التونسي ما تنجم تعيش كان بالالقاب كان ما هزش التيتر معين يمكن راه ينجم يكون على برا فما معين فما نقطه فما ماتش انا بالنسبه لي انا معناتها هو اللي قلب كل شيء ماتش جربه نتاع الكوب لانه الترجي لا قدر الله كان خسر نهارتها وانسحب كانت تكون ممكن راه اليوم نحكيو على بطوله تونس بطوله افريقيا لانه كان البلانتيات عدد جماعه جربه انيس ما نساوش راه يحظى بثقه كبيره من لا مش نحكي معين نحكي على الترجي نحكي على الترجي لانه في ساعات فهو ماتش تقلب لك كل شيء هذاك تيتر تيتر كوب تيتر ما يشبعش من التيتر انا نعرف انا كورت هو عربي اي تيتر في الترجي التونسي راك تلعب عليه ما تنجمش ما تلعبش تقول خلينا نخرج من التيتر هذا خلينا نركز على التيتر الاخر لا الترجي التونسي جمهور الترجي التونسي مطالب منك التيتروات الكل موجودين على الطاوله في عام 2018 2019 تلعب عليهم الاخر وما يهمنيش فيك يقول لك انا الافكتيف نتاعك دور الافكتيف ما تدورش تلعب تيتولير تلعب البناكا ليسونسيال اعطيني التيتر ارجع لك السؤال سيف انت يهمك الاداء ولا النتيجه خاطر برشا اليوم عاملين على الاداء شفنا برفوا قد كان ريزولتا برفوا شفنا اداء ممتاز من الترجي التونسي برفوا شفنا اداء كيم اعطينا اداء ممتاز شفنا مشروط سنة معناها برشا مشروط انا شفت حقيقه برشا مشروط الوداد البارح الشوط الاول ممتاز كان الاداء شفنا الوداد
الويلي ابار ابار الفينال ناحيه الفينال تي بي مازامبي هنا كل الناس بنربحوا 3-4 تي بي مازامبي اللي هي اقوى جمعيه في الافريقيا شدينا 90 دقيقه لعب وحنا نلعبوا في الكاجه نتاعها وذكروا الخليسي كيف ضيع الراس راس وذكروا جويني كيف ضيع الراس راس اللي هي ما جابت كان فرصه باركه اللي هي تي بي مازامبي معناها هذاك ماتش اكسبسيونال عندي انا نرجع ماتشات اخرين يمكن ماتشات الشامبيونا وماتشات الكوب دافريك شفنا ستيف في الروتور في لالي شفنا ستيف في الروتور معناها في الباركور في 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 في, في دوري المجموعات كنا ممتازين معناها الترجي التونسي كان فما اللي يحط خايبين حق معناها فما شو حاجه على باهي خليني انا عرفت المحامي كان قص عربي وانت قص لي بعض قص سوري بالنسبه للترجي التونسي راهو على 20 ماتش 30 ماتش مش لازم تلعب 30 ماتش بالقدا لكن فما اللي يجي يقول لك يا خويا الثلاثه الاربعه ماتشات اللي تلعبهم خايبين كانوا يكلفوك تخسر كل شيء جمعيه جربه في ماتش كوب كنت نجم تروح مازمبي في 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 لوبومباتشي يعني ماتش خايب وكنت تروح فهمت شنو نقصد معناتها انيس خرجتوا بينا شويه على الفينال اي لا لا جست على الفاس ماتش جربه هذاك عادي يعني جي اونتر دو ماتش معناها لاعب دوزيام ايكيب معناها عادي ما تقومش فورم وماتش مازمبي غادي معناها امبوسيبل تاخذ كيب تونس غادي تمشي مازمبي إيه ما تيتر هذا نحكي على تيتر يعني مازمبي ما خسرتش في بلادها يعني بوندون 10 سنين ما خسرتش دونك كي تمشي غاديك وتقطع لها يعني وقت الترشح النهائي الاتجاه هذيك اهم حاجه اهم اللعب انا من الناس اللي بالنتيجه هي اللي بتقول لي الاداء لا قبل اللعب لما فما زاد فما تبع فريق ماتش بس البارح ما حسيتش لا بالاداء لا لا ماتش البارح حسيت فما اداء في الشوط الاول لا حتى كان فماش اداء وفما تيتر تفضل مرحبا بيه ماذا بينا احنا ماتش البارح بتبيعه كشخين ماذا بينا تيتر قبل الاداء رجعت الماتش البارح نسمعوا شنو قال رامي جفيدي بعد الماتش قعدنا نستناو برشا ماتش تعرف فينال في بلادك ديما تحاول باش تمركي والحمد لله الاولاد اليوم يزتي بيان كونسونتري ماركينا بعد صار اللي صار مي احنا ديما كونسونتري الحمد لله تتويج عن جدار نتصور حد من نجم يناقشنا في الحكايه هذه ان شاء الله الحمد لله مازال لي نورمالمون جمعتين ثلاثه جمعات روبو مي الحمد لله وقت اللي استحقتنا الجمعيه لقاتنا موجودين تعرف الباركور هذا معناها كان باركور صعيب وبديت وانا من الاول الحمد لله معز عوضني وقت اللي تضربت اليوم رجعت لبلاستي وان شاء الله بون كونتينياسيون للناس كل ان شاء الله في كورة كان حاسم عربي جابر انت اللي مقتنع بمعز بن شريفية اكثر يمكن ما هو احنا نمشيو حسب اللي ماتش فما اعتراف من الاطار الفني انه عندك زوج حراس اللي باش يكون حاضر اكثر هو اللي بيكون اساسي في البريود الاخرى يعني فما اجماع كبير انه معز بن شريفية هو اللي كان اساسي معناه هو اللي كان حاضر ويعني بشهاده الجميع دونك معز ياخذ حقه في الوقت هذاك لازم معز يكون حاضر دونك تضرب معز احسن معوض اللي هو رامي جريدي اللي هو بيان سور قيمه ثابته قيمه كبيره عنده اكسبيريونس معناه لاعب غش عليك برشا ما يفيد غاليه لا فماش علاش انا نقول في الحقيقه بريتو يعني ما رامي صاحبي مو صاحبي يعني لعبت مع مزوز رامي في الليجون مع بعضنا ومعز يعني اون 2016 انكارو مع بعضنا دونك انا نحكي حسب انا اللي ماتش كان البارح انا يعني مثلا صديقي ما عندي حتى علاقه بن شريفي انا صديقي رامي انا بالنسبه لي انا نفضل بن شريفي بالضبط علاش هو رايي انا مثلا دوناروما انا نعطيك اكزومبل دوناروما في تاع الميل صحيح انا بالنسبه لي خير ألف مره من بوفون بالضبط ما فماش علاش ما تنهمش تفهم معناتها البارح زاد معناتها هو رايك اي رامي البارح زاد بصراحه يعطي الصحه كان خلى الفريق يعني في معني في السباق وشفنا كل النحات البارح ماشي سهله ومن قريره ميرو جمعه كامله يترانا معنا يلعب سيقو اليسار شفنا حتى في الديكلاراسيون نتاعو تو قال مازال عندي دو سيمين دو روبو دونك معنا ساسوفو الستاف ميديكال يعني خلط وخلوط معنا على ماتش ميسالش معنا حتى السيسمات ما نجمش يلعبوا انا قلت لك حتى معنا حتى في ليسونس دونتريمون معنا ما نجمش يديجاجي معنا هو ساندرواتي قاعد يديجاجي باليسار حتى البارح جاو دو ديجاجمون البارح شفناها معنا كان نجم يخطهم القوي حتى بلاسي وخرجوا معنا خرجوا في السيمتر دونك عطي الصحه البارح عربي لي كونسيني نتاع معين والستاف تكنيك ما يرجعش ما يرجعوش باش لازم يقولوا لهم رامي علي ما يمشي علي ما يلعبش الجمال مثلا شوف انيس ثم ايزي انيس ثم اكسبيريونس ثم ماتش فينال كيما هكا مهم انيس شوف تحكيتوا على معز وحكيتوا على رامي الزوز عندي انا اللي ميور جارديان في تونس توا عندي انا بيرسونالمون معز رجع من بعيد وبرافو ليه خاطر كان جا جارديان اخر في بلاصه معز راهو دخل في متاهات اخرى رامي
وقت كي الترجي تستحق وموجود تلقاه موجود، وكان معناها حاسم وكان حاسم برشا برشا. البارح قول لي انت جمال مازال عنده مازال تواخو الاكسبيريونس كيما خذا معز الاكسبيريونس مع عند الاولاد الاخرين. جمال كيف بالنسبه لرامي جريدي البارح قدم مباراه كبيره بالرغم اللي عنده شهر مصاب ولا شهر هكاك شهر معناها انسان معناها يبدا معناها ماهوش مش كومبيتيتيف معناها تلقاه في التيران قدام 60000 50000 متفرج وماتش ديسيزيف كيما هكاك ما يكون كان عنده شخصيه كبيره وبرافو ليهم لزوز. وليك عربي سامحني بعد نعطيك الكلمه بعد ما نرجعوا ما تفهم نص وقت الاخبار اكيد نواصلين حتى الاربعه نتاع العشيه في زون ميكست. تابعونا على راديو اكسبريس اف ام بوان كوم. الاخبار مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي يؤكد في تصريح الإكسبريس فام أن الوضع الحالي الذي آلت إليه الجبهة الشعبية هو نتيجة تراكمات تكثفت بسبب الصراع على مسألة الرئاسة. اللي صار في اليوم الجبهة الشعبية هو معناها حالة من الأزمة. الأزمة معناها عندها تراكماتها كل كانت خفية واللي جلت وتكثفت معناها في الأشهر الأخيرة بهذا النوع من نقاش والصراع اللي تطرح حول معناها موضوع الرئاسة واللي هو كما نقول ونعاوده بالنسبة لنحن على الأقل من طرفنا هو موضوع ثانوي ليس موضوع رئيسي وليس هو الموضوع الأهم. الغد المشكل هو أول طريقة الحسم في هذا الموضوع. نحن ارتأينا طريقة حسم اللي فيها تشريك المناضلات والمواطنين للجبهة الشعبية معناها ارتأينا وحبينا طريقة الحسم اللي فيها يعني حالة من التشاركية الواسعة حالة من الخيرات الواسعة. وحمل منجي الرحوي مسؤولية تأزم الأوضاع داخل الحزب إلى الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمل همامي نظرا إلى دور الهام الذي يلعبه في تطوير هياكل الحزبية والنهوض بها. حمل جزء مهم باعتبار موقع معناها في مقالة إليه أوضاع الجبهة. اليوم نحن حملناها المسؤولية ويلزم الحمل وقت نحمله المسؤولية هو عليه أن يتحمل مسؤوليته في وضع وضعناه وقدمناه قبلنا به قبل 2014 وبعد 2014 وبعد الانتخابات كنا مقتنعين بذلك أنه هو باش يكون ضامن لوحدة الجبهة الشعبية يلعب دوره باش يعمل إضافة نعرفه نحن اللي هو ينتمي الحزب ماهوش كذا لكن الموقع اللي تضع فيه هو موقع يسمح له بصفة كبيرة ياسر أنه يلعب دور في هيكلة الجبهة تنظيم الجبهة بتحسين أداء الجبهة وباش يلعب دوره بشكل معناه مستدام ماهوش بشكل عرضي. يحبوا جبهة شعبية منظمة مهيكلة عندها أطرها عندها فهمت الديمقراطية داخلها مسألة أساسية. تفتح البنوك التونسية شبابيكها أثناء عطلة عيد الفطر لغرض إنجاز العمليات المتعلقة بالتنزيل نقدا والسحب والصرف اليدوي دون سواها وذلك ضمانا لحسن سير المعاملات وفق ما أعلنه البنك المركزي التونسي في بلاغ له أكد فيه أنه إذا وافق يوم الثلاثاء الرابع من جوان الجاري اليوم الأول من العيد فإن البنوك ستفتح شبابيكها للعموم يوم الخميس السادس من جوان الجاري من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار أما إذا وافق يوم الأربعاء الخامس من جوان الجاري اليوم الأول من العيد فإن البنوك والبنك المركزي التونسي ستؤمن العمليات المذكورة يوم الثلاثاء الرابع من جوان الجاري من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار. ومن أخبار العالم إصابة 19 شخصا على الأقل جراء 3 انفجارات هزت اليوم مصنعا لتصنيع الديناميت بمدينة وسط روسيا وأوضح من جهته متحدث باسم الوزارة المحلية للطوارئ أن الانفجار وقع لأسباب تقنية في إحدى الورشات تلاه حريق امتد على نحو 100 متر مربع. وختاما عبر قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي عن رفضهم لأي خطة أو صفقة سلام لا تتوافق مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني جاء ذلك في بيان صدر